مرحبا، إذا قلت لك أنه تكلفة حضورك لمؤتمر مهم في مجال الهندسة المدنية مثل ACI Convention، تكلفة هذا الحضور كلها راح تكلفك أقل من $200 أو حتى قد تكون بصورة مجانية، فهل هذه راح تكون حافز بالنسبة لك حتى تحضر مؤتمر مهم من هذا النوع؟ شخصيا أنا أتمنى هذا الشيء، وأتمنى أنه يكون أيضا بالنسبة لك. مؤتمر اللي عقد الـ ACI في العام الماضي، مؤتمر الخريفي، اتخذ قرار انه يكون هذا المؤتمر بصوره فيرتشوال 100% بسبب ظروف البانديميك، ولنفس هذه الظروف قرروا انه مؤتمرهم الربيعي اللي كان من المفترض انه يقام في مدينه بالتيمور في ولايه ماريلاند قرروا انه يكون ايضا فيرتشوال 100%. طبعا هذه راح تكون فرصه ذهبيه لكثير من الباحثين للحضور بتكلفه جدا بسيطه، والسبب انه انت راح تتجاوز كل التكاليف الخاصه بالنقل، تكاليف الطائرات والسيارات وغيرها، زائد تكاليف الاقامه، هاي كلها راح تروح من عندك، يبقى من عند مطلوب من عندك فقط انه تدفع رسوم التسجيل وتحضر مؤتمر من هذا النوع. طيب، اذا كنت حضرتك من فئه الطلبه وكان عندك student membership بالACI، فالتكلفه المطلوبه من عندك هي صفر. ما مطلوب من عندك انه تدفع اي شيء، تحضر هذا المؤتمر بصوره مجانيه بمجرد ما انه تسجل. كذلك اذا كان عندك نوع عضويه يسموه young professionals واللي هم المهندسين والاساتذه اللي قضوا اقل من 8 سنوات خبره في مجال العمل مالتهم، هذول من حقهم ايضا يحضرون بصوره مجانيه. اما اذا كان عندك نوع ثاني من انواع العضويه مثلا individual membership، فالرسوم المطلوبه من عندك هي $99. وإذا كان ما عندك ممبرشيب نهائياً وهذه أقصى مبلغ ممكن يندفع فهو $179. يعني بدل ما تدفع رسوم طيارة وتكلفة للفندق تدفع $179 وتحضر هذا المؤتمر. شو وقت راح يكون المؤتمر؟ راح يكون إن شاء الله في نهاية الشهر March 28th to April 1st. وشلون تقدر أنه تسجل به؟ راح أترك لك في صندوق الوصف رابط للتسجيل. اما اذا كنت حضرتك من الطلبه فراح اترك لك رابط لفيديو يوضح لك شلون تسجل تاخذ عضويه الطلبه، وبعدين تقدر انه تسوي الفري سبسكريبشن انه تاخذ يعني دخول مجاني لهذا المؤتمر. فاتمنى انه اشوف الكثير من عندكم في هذا المؤتمر، واتمنى انه هذا الفيديو يكون مفيد لكم وحافز لحضور مؤتمر من هذا النوع، لانه هيك مؤتمرات من تحضر بيها راح تكون عندك الامكانيه انه تحضر جلسات النقاش الخاصة بمختلف اللجان للـ ACI، يعني هاي 318 committee والـ 445 committees وغيرهم، كل أنواع الممبرشيب، كل أنواع الكوميتيز اللي موجودة، بدل ما أنه أنت تشوف فقط الأوتبوت مالتهم اللي هو على شكل تقارير، بإمكانك أيضا أنه تكون أنت تحضر النقاشات اللي على أساسها تتقرر الأمور في هذه الدوكيمنتس اللي إحنا نتداولها في حياتنا اليومية كمهندسين مدنيين. كذلك بإمكانك طبعا الحضور إلى كل جلسات المؤتمر، البيبرز اللي راح تتناقش بيها هناك، والبحوث اللي راح تنطرح، والبرزنتيشنز اللي راح تقدم. فأكرر مرة ثانية، هذه فرصة ذهبية، أتمنى أنه الكثير من عندكم يستفادون منها. إلى اللقاء.